احنا الحين في منطقة او قرية سيلفيد، وقرية اللي فيها الالعاب الزحلقية مثل ما انتم شايفين الالعاب اللي قاعد تزحلق والناس اللي جايين هذيلا. لا 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 خليت مسكيني انا ريونة بيدي ودي صار تشوفون ما صدبت الافريك فيها كيلوين تقريبا مسافة. قرية سيفيد معروفة بشو اسمه قريب عندك هلو معروفة بشو اسمه بالزحلقية الصيفية، وهذا الفيو والمناظر الموجودة عندكم. ارتفاع تقريبا كيلوين ونزول كيلوين ممتعة، ولو ان فيها خطورة لو وياها اطفال، لكن ان شاء الله الامور سهلات. تخافين ريون؟ اكيد كفو انا بجنبي الحلوة المزيونة وراسة هذه على القمة. أنا أعطيكم حتى الاستراحة اللي موجودة عندها عشان اللي يجي. هذا الربع اللي قاعد ينزلون هنا تشوفونه. لا تسألون تقولون خليجي ما خليجي، يعني ثلاثة أرباعهم خليجي بالدليل. شوفوا احنا الحين في منطقة او قرية سيلفيد. القرية هذه فيها طبعا فيو مناظر، لكن ما يميز المناطق هذه اذا شفت الغنم مستانس عليها مدلعة على الطبيعة والخضرة. لا تسولفون عن الفيو عن المناظر، هذه اللي اقولكم عنها تصعدون فيها في قمة الجبل. النزول يمكن تشوفونه نزول مو بسيط طبعا. نوريكم رتب فيك يوم مناظر ما شاء الله تبارك الرحمن. موجودة على الطريق على الشارع مطورة، بس أنا فيها خطورة مثل ما أنتم شايفين بغي يقلب لأنها سريعة ولها شروط ولازم ليس معها. رحنا منطقة الفاميلي لاند، يعني تبعد مسافة عن شو اسمه من قسافيد. فيها جميع الألعاب تقريبا.
حرقهم ايه. انا مع المقاتلين الحين. نصيد شنو؟ نصيد الفراشات. ويلهم. منو؟ طلال. طلال وياي ويا ابتسام. الاقوياء. ندخل التنين ها؟ تاخذ كف. نبي نقاتل الحين. ايش نصدي؟ ها؟ نصدي؟ اجل تنين تذبي. ابي شيء اسمه تذبي. كله صدي. يلا قاتلوا 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 الحين يلا. يلا قاتلوا. يلا ويا بعض. يلا والله خطر. اسم الله عليك اسمه. هلا بقى سرعة. تغرقنا هالزلط. ها؟ رجع يا لولو. تمسك تمسك بس تمسك تمسك نطي. يلا اقعد. المنظر هذا وانت تمشي بالسيارة يعني بكل مكان وكل اجواء. كل منطقة تجيها لازم جنبها جدول. جدول ماء اللي تشوفونه. شوفون قوته. ما شاء الله. يعني يغذي المنطقة كلها. لها الطبيعة والخضرة. مناظر البيوت. يعني تحط كرسيك هني طال عمرك وتقعد. ها؟ شنو؟ الحين في منطقة وينس. المنطقة هذه فيها مطعم والمطعم هذا مشهور يبعد عن مسافة 30 كيلو متر عن شو اسمه عن زلمسي. هذا المطعم تاخذ من البحيرات الثلاثة تنقي السمك او تصيدهم بالاحرى واللي تصيده تاكله او انك تبي تطلب طلب على طول من المنيو. هذا المطعم له شهرة له يعني عند الخليج وعند الناس. شوف الحين جاية من تقريبا المغرب والناس زحمة. فيها العاب وفيها جيمز وفيها في حركة وفي ناس وفي بشر. هذا المعنى. هذه اللي ذكرتها لكم من ساعة قلتكم انه في بحيرات. هذا المطعم ويسترند. وهذه البحيرات اللي فيها زراعة الاسماك. الجدول يمشي من عنده هنا الحين بوريكم اياه. وهذا هذا شو اسمه البحيره الاولى وفي بحيره ثانيه والسناره موجوده عنده والعده موجوده عنده ملاك. فيستمد الماي كله من الجدول اللي قاعد تشوفونه. الجدول هذا جدول الماي هذا موجود بين الشوارع يعني تشوفونه. جداول الماي كلها تجي من الجبال الشاهقه اللي تشوفونها. ودرجه الحراره الحين ما شاء الله ما شاء الله يعني 16 بس الديره بارده لان الجبل هذا في قمه الجبل هذا في ثلج. هذه نبذه كامله عن المطعم. سلام عليكم. وين ريونه؟ حقه ليش؟ هذا حلو هذا حلو هذا حلو يعني قاعده فيه حلوه؟ ما شاء الله
بس احنا ذبحنا برد ودنا نطلع، ولا اجواءها فعلا يعني حتى مزارعهم، هذه المزارع اللي فيها السمك اللي يسدون فيه، مزارع الماي طبعا، هذه مثل ما قلت لكم انواع الحيوانات. شوفوا بقر، بقر موجود هنا، هذا اللاما شوفونا، هذا اللاما، شوف اللاما اللي فوق بيضة، وفي هناك يعني انواع الحيوانات، لكن بشكل عام شيء مرتب، اطلالته حلوة، منظره حلو، البحيرات الثلاثة ما شاء الله يعني مطلة حلوة. تسولفون عن البراجة، تسولفون حتى عن اكلهم، السمك فيهم مو طبيعي.